هو مستبعد أن يدير لجنة حوار جديدة. وأنا كعضو مجلس حوار سابق وعضو مجلس نواب، أنا مش مع أن 75 واحد والله 100 واحد والله 200 والله 1000 يحطوا رئيس مجلس رئاسي والله حكومة والله يضعوا أي خارطة طريق في ليبيا. نحن رأنا 200 نائب و200 عضو مجلس نواب و200 عضو مجلس دولة، ما نبكوش نحطوا رئيس دولة والله رئيس مجلس رئاسي، ما بالك يحدوا شكلوا لجنة حوار فيها 50 و60 والله 100 يمثلوا الشعب الليبي بالكامل. وانت عارف لجنة الحوار السابقة فيها 40 موظفين عند البعثة، في 13 بس مجلس الدولة منتخبين و13 مجلس النواب، البقية موظفين عند البعثة. كيف موظفين؟ يعني أنا مش ياخذوا في مرتبات، ياخذوا في مرتبات من الأمم المتحدة، كلام خطير تقول فيه سيد بدر. كيف البقية موظفين؟ يعني ما فهمتش معناها. لا ما فهمتش أنت. لا أنت ما فهمتش أنت وأنت. هم اختاروهم البعثة، يعني مش موظفين عندهم. يعني اختاروهم البعثة من خارج المنتخبين. اختاروا أشخاص، هم اختاروهم أشخاص. طيب لكن السيد باتيلي، السيد تبي سيد تبي بدر السيد باتيلي ان يطالب منكم السيد باتيلي في الاحاطه، مش حوار ولا فيه في الاحاطه الاخيره أي سيد بدر في الاحاطه الاخيره هو يطلع خاطئ عن صندوق الانتخاب.